السلام عليكم أصدقائي، اليوم نتحدث عن النبات وفائدته، النبات وكيف توزيعه بالبيت ونصائح البسيطة طبعا عن هذه النباتات، وأكو نباتات منها الخطرة وكيف علاجها وفوائدها. طبعا عندنا نباتات متنوعة، يعني أكو نباتات تكون ضارة وخاصة للأطفال اللي يقل عمره أقل من 5 سنوات، يعني 3 أو أكثر من 10 أشهر، فتكون الحذر يعني من تكون قريبة من متناول الأطفال. وهي هذه النباتات تكون دائما الأوراق العريضة مثل هذه النبتة وأشكالها، يعني تكون ذني النباتات يعني جيدة بالبيت، متصل بالمواد. هناك نباتات متنوعة راح أتناولها وحدة وحدة وفوائدها، وخاصة أنصح وضع النباتات اللي تقلل من مضر الأشعة الكهرومغناطيسية اللي تنبعث من الشاشات الكمبيوتر أو من التلفزيون، أو اللي يجلسون أكثر ساعات يعني بعملهم خلال عملهم أو خلال المشاهدة. فراح أراويكم بعض اللقطات، وإن شاء الله راح نتحدث نقطة نقطة ويانا، وإن شاء الله يرضيكم وتستفادون بهذا الفيلم القصير إن شاء الله. أعزائي، مثل ما تلاحظون أنا أحاول أخلي الشجر مثل ما قلت لكم، أحاول أخليها قريبة عن الشمس، لأن هي تريد يعني هذه الطاقة وتحولها بعدين إلى خضار وإلى جمال. مثل ما رتبت واللقطات اللي شفتوها قبلها رتبت على هذا الترتيب، يعني هي الغاية تزيد جمالية المكان وتزيد يعني هاي الطيور الصناعية. وهاي الطيور الصناعية طبعا يقدر كل واحد يسويها، كل واحد يقدر يسويها ويصنعها، هو في اللين يقطعه ويصبغه ويضيف لبعض حتى الريش الدجاج هذا الناعم، ويلونه ويخليه، ويقدر يسوي هذه الطيور الصغيرة وبعض الزهور هاي الصناعية. تقدرون تشتروها ترتبوها بالمكان اللي يعني يزيد من جماليتها بالبيت. يعني اكو نبتات يعني تقدرون انتم تضيفوا لها مثل هذه القاعدة، يعني قاعدة ملونة، هو هذا يكون على بلاستيك، تشتروه انتم هذا وتضيفوا له جوا، همينه يكون حوض للماء تسكون الزايد راح ينزل، لان هذا بلاستيك مثقب، وانصح يكون مثقب من هنا حتى ينزل. لا تحاولون توخروه هذا، لا تخلوه بيها وخلوه له، تضيفوا له من هذا الزجاجي او فخار اسفل، او اذا ما موجوده يمكن بالعراق هسه انا شفت الانتاج الصيني ما شاء الله تارس المشاتل وموجود. وبالنسبة ذكرنا المشاتل، يعني اخواننا المشاتل اللي يبيعون يحاولون يكون عنده المام وفكرة عن النبتة اللي يبيعها، او ينصح هاي سامة وهاي دير بالكم من عندها، ما يعرف يدخل على الانترنت وما يقدر يتعلم يسأل كذا، حتى يكون امان وامين، يعني امان للناس وامين، وراح يكسب الرزق اكثر ويكون الرزق حلال. يعني ذول اللي يشتغلون بالمشاتل يحاول يثقف نفسه، لان مو يجي يبيع يريد يفكر بالمادة، لا يحاول يجيب النباتات. وهسه اكثر النباتات هي سامة، يعني بس هي فوائدها بالبيت هواية بفوائد، حتى يكون يحذر اللي الزبون او العميل اله وينطيه فد فكرة معينة.
هاي هنا طبعا بالنسبة للنخيل القزم أنا أنصح به إلى يقدر واحد أو موجود. أنا شفت المشاتل بالعراق وعن طريق الانترنت الصفحات لقيت موجودة كل شيء بالمشاتل العراق اللي يبيعوها، فهذا يمتص الغبار ويمتص السموم وينطيك أكسجين أكثر بالبيت. هذا اللي نخيل القزم يعني هو أكثر النخيل وأنواع النخيل هو يمتص يكو غبار موجود أو مواد سامة وينطيك الأكسجين. وأكو نباتات مثل هذه يعني طبعا أنا خليت هذه الزهور يعني تزيد من جمالية، بس هذه النباتات أكو أكثرها اللي بيها خط أحمر وكذا، هذه سامة يعني تكون حذر بالنسبة لخاصة الأطفال. ودائما الطفل إذا تريدون من تعودوه تقول له هاي الشجرة إلك فأنت تعتني بيها، لما تسقوها تقول له تعال نسقيها اسقي شجرتك، فهو راح يعتني بيها. وتقول له لا تخلوه يعني تعلموه بأسلوبكم، لا تحاول تخليها بحلقك لأن هاي راح تضرك وراح تزعل عليك وكذا. من هذا الكلام راح ياخذ الطفل ويعتني بيها وما يخليها ويعيش وياها ويكون طبيعية. يعني أكثر الأطفال هسه أكثر هذا يعني أول ما تجيب حاجة يحاول يبعث فيها وكذا، لا أنت أصبر عليها وحاول علمه وخليه يتعايش ويه أشياء أو حيوانات أليفة بالبيت مثل الطيور وكذا، تحاولوا خلوها قريبة عليه. من ذول اللي يعانون أو أخوان اللي يعانون يقولون أطفالنا وقحة وكذا مرار يكتبوا لي، لا ماكو طفل وقح وماكو، هذا طفل أكو زائدة عنده هرمونات زائدة للطاقة يحاول يعكسها أو انعكاس الضغوط الأهل الوالد أو الوالدة بيضغطون عليه أو يجبروه أو يضربوه يعكسها بغير شيء. فأنتوا بأسلوبكم حاولوا ترتبوا هاي الأمور تخلوه يعايش هاي. بالنسبة للأطفال يعني يكون الحذر لأن هذا راح يسوي حرقة بالفم أو غثيان أو تقيؤ أو أكو سامة أكثر يعني النبات. أنا ما أريد أخوفكم بس أريد أعطيكم طريقة، وأفضل شيء يعني المشتل من تشترون حاولوا من عند النبتة، حاولوا أي نبتة تريد تشتروها دخلوا على الانترنت ودرسوها، والانترنت متناول اليد بكل بيت، ادرسوا النبتة وكذا وشنو فوائدها وشنو خطورتها وشلون تسقيها وشلون كذا. خاصة هذه النبتة اللي القزم النخيل القزم هذه لمن التربة مالتها تشوفها يابسة كل شيء الله تسقيها. وكل 6 أشهر أنا ما أريد أتوسع بالنبتات بس أحاول أعطيكم فكرة سريعة، وكل 6 أشهر حاولوا لقحوها لأن هاي نبتة شوفوها صغيرة لكن هي قزم. وأحيانا مثل هذه وين النبتة يجي يعني إذا ما لقيتوا موجود بحثوا على الإنترنت، وإذا ما قدرتوا تقروه بحثوا على الإنترنت همينة يجي تعليمات وش وقت تسقيها وش تسويها مكتوبة هنا بالخلف او بالامام، ولا تحاولون تذبوها. واللي ما يعرف يقرا انجليزي يحاول يترجمها او احد يساعده. يعني اعزائي يعني تعمدت طبعا ما اقطع هذه الاوراق اليابسه الا من اصور الفيلم. طبعا انصح كل يعني الجميع بان لا يقطع الاوراق الخضراء، هي الشجره وحدها اللي ما تريد الاوراق او لما تنمو راح الاوراق تكون يابسه على هذا الشكل، يعني يابسه الى درجه تشوفوها يابسة وميتة كلش، فتقطعوها بحذر وبترتيب حتى ما تضرون. وإحنا راح نتحدث طبعا عن النباتات اللي تعالج الأشعاع اللي ينبعث من الكمبيوتر أو التلفزيون الأشعة الكهرومغناطيسية، فأطمئنوا يعني أكو علاج إلها. وكثروا من النباتات الصنوبر، يعني هي أكو من النباتات مثل هاي الصنوبر صغيرة وكبيرة وأكو أوراق عريضة وهم إلها زهور تطلع بيها. فأنصح خاصة اللي يشتغلون بالمكاتب طول ساعات عملهم يم الأجهزة الكمبيوتر أو أي شيء تلفزيون أو أي أشعة، فهذه النباتات تعالج يعني تعالج تمتص كل تقلل من الإشعاع وأفضل طبعا. هاي طبعا عن دراسات هنا بجامعات أمريكية درسوها أفضل من الأشعات اللي تحمي اللي يخلوها بعض الأخوة أو الناس اللي يشتغلون على الكمبيوتر أو على التلفزيون الشاشات الواقية يعني عمدة تقلل من الأشعة. لا هاي أفضل تمتص وتنطيك فوائد الأشعة الكهرومغناطيسية الضارة تنبعث من الكمبيوتر مثل ما قلت لكم، تكون تسبب أكثر شيء يعني هو الكسل والنحول وأشياء كثيرة تسببها، يعني
يمكن يأكدوا لي أو متأكدين من عدها اللي يشتغلون على الكمبيوتر أو على الشغلات المكتبية يحسون بهذا. زين يعني أحاول أجلس حتى أكون أراويكم المشهد، تكون مشهد قريب عليكم أكثر. النباتات أنا حاول خليتها أكثر هنا، يعني عندي بالغرف موزعها للأولاد البنات حتى تفيدهم، بس أنا حبيت أشرح لكم عنها، جبتها كلها هنا أكثرها. يعني هي هاي موجودة ثابتة وكذا، بس جبت ذني موجودات حتى يكون الشرح بسيط وسهل لكم. وحاولوا أن النباتات ضيفوا لها بعض الأعمال الخشبية مثل ذني أو أشياء تحفة عندك، أضيفها يمها مثل هذه خشب تكون، أضيفها يمها تزيد من جمالية المكان. يعني عندك هدية كذا صندوق هاي أضيفه، صدقوني يعني هذا يزيد من جمالية، لأن أنت تجي تعبان مهما تكون مشاكلك خارج البيت، مثل ما يقول البيت هو اللي يكون أكثر هدوءا وأكثر جمالية، يعني يحاول يعني تكون أكثر راحة بالبيت. هذني ما يكلفن يعني شغلات بسيطة، ومثل ما تشتري انت الاكل هذا صدقوني يفيدكم صحيا يعني بالبيت، مثل ما تشتري شغلات انت المتعود عليها، وخاصة الاخوان اللي اتمنى لهم يتركون التدخين، يعني هذا ينقي بالبيت ويحافظ حتى على سلامة اطفالكم. يعني تدرون اللي يستنشق سلبيا يعني اللي بالبيت اللي ما يدخن واللي يدخن يمه والما يدخن ينضر اكثر من المدخن، لان امور هاي يعني ما اريد اتوسع بيها ولا اضغط على المدخنين، لان اغلبها مدخنين ويمكن ينزعجون، لكن هاي نصائح النباتات تحاول تنقي لك الجو او تنقي لك البيت، تضمن سلامتك وسلامة اطفالك، وخاصة احنا بالعراق او الدول العربية اللي صار مضر هواية بالتقطيع الأشجار بالخارج، وصارت التربة بأقل هواء يصير غبار وسموم. فتحاولون هسه المشات الموجودة ما شاء الله، وتحاولون يعني شوي شوي كل شهر بين مدة ومدة أشتري لي نبتة. يعني أكو ناس يقول لك أنا ما يعني تكلفني أو كذا أو كذا، صدقوني مثل ما تشترون الحاجات وأحسن ما تروح تشترون الدواء ويكلف أمرار الدواء يكلف هواية وتضطرون تروح تشترون مجبورين. فهذه تكون من يعني طرق لسلامتكم، واتمنى الصحه والعافيه للجميع. هذه الافكار او اللقطات او كذا الفيلم البسيط احاول يعني اشارككم بالنصيحه، وتقدرون تدخلون على الانترنت مثل ما يقولون، تقدرون تاخذون افكار اوسع او يمكن افضل. فأتمنى يعني عجبتكم، وأتمنى ما طلت عليكم، ولا تنسون مشاركتكم بالسبسكرايب أو اللايك أو ملاحظاتكم. يعني أنا أتمنى أسمع وأشوف ملاحظاتكم الجميلة، وأتمنى أستفادها من عندكم، وعنده فكرة هم يطرحها عليها حتى أقدمها لكم أو للجميع فكرة جديدة. وأتمنى الصحة والعافية للجميع والسعادة والرفاه ببيوتكم وبلدكم. إلى لقاء ثاني إن شاء الله.